دخلت لك لقيت ديال الحبس، لقيت الحبس بلا ما نقول لك، اللي سكسيني فيه ما كاينش في السيفيل، البليه اللي كانت وسط الحبس ما كانتش في السيفيل. يعني دخلتي للحبس عوض ما تقطع البليه، لقيتي بان البليه موجوده. موجود. كنا كنفكروا الحبس كان خالعنا ما بقاش صافي. كان خالعك الحبس انك ما تلقاش فيه البليه، لقيتي فيه البليه. كان خالعنا كنفكروا الحبس ساعة منين عرفنا الحبس، لقينا ما حبس ما والو، لقينا فيه شي حاجة ديال البلية أكثر من تخيل. مقرقب أنايا وسط الحبس أرفان، وكنعيط للدراري في أنايا كنقول لهم شحال مقرقبين، كنقول لي ب250. الحرية تاج فوق رؤوس الأحرار، لا يعرفها إلا السجناء، وبالدارجة الفصحى، اللهم كلب مجلبق ولا السبع مربوط. هدي لا برا السيفين، وسط الحبس أخويا دابح حاليا، عاش الملك اللي جابني السي الحموشي، هو اللي صير الحبس، ما بقاش ديك الحبس كنت كتعرف. البلاد زوينة وقاوري نصراني أحسن شهر عنده في العام، خصو يدوزو في أحسن بلاصة كيجي يدوزو في المغرب، يعني راه أحسن بلاد، ولكن راه مواليها ما دايرين معانا حنا والو. الرسالة ديالي اللي غنبغي نوجه للشباب، راه الحرام مبين والحلال مبين، والحرام لا يدوم عندما لا يدفع. قلت لي لا هادي ساعة الرئيس، راك عارف باقي صغير ديك الساعة، ما يوجدش معاك امك، عيط على بسميتها دواك. خرجتي دوزتي 6 شهور وخرجتي، عاود لي على ديك 6 شهور اللي دوزتي، كيفاش جاك الحبس؟ ملي دخلتي باش حسيتي؟ واخسي اول شده ما تمنيش لاي واحد، عرفتي علاش؟ عرفتي باش كيحس بانه كان في واحد العالم، دخل واحد العالم داخل. خلينا بعدا على السلب الحريه، عشني ما تبقاش عندك الحريه، نحيدوا لك الحريه ديالك. ممكن صعيب اختي باش تقبل. شنو كان الاحساس ديالك باش الناس اللي كيتفرجوا فينا، المراهقين الشباب هادو اللي كيتعطاو حاليا او ربما اللي باقي عندهم العقل طايش باش يعرفوا راه الى 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 الا داروا اقل حجاره تقدر توصلهم للحبس، يعني باش يديروا العقل ديالهم. باش حسيتي انت في هذيك الشده الاولى؟ اختي اش نقول لك، احساس واخا نعيا ما نوصف لك ما غيتوصفش، واخا نعيا ما نفسر لك والو، من عالم لعالم. كيتي كيتي وسط الحبس؟ اش كاين في الثانيه؟ داخلي نعاد خارجي، راه الدموع السموم علماء رحمه للقلب. ماشي ديك العالم ديال الحبس، عالم عالم صعيب عليك، عالم جديد. دخلت لك لقيت الحبس، لقيت الحبس بلا ما نقول لك، اللي سكسيني فيه ما كاينش في السيفيل، البليه اللي كانت وسط الحبس ما كانتش في السيفيل. يعني دخلتي للحبس عوض ما تقطع البليه، لقيتي بان البليه موجوده. موجود.
زدتي فيه. هذا قلت لهم صافي داك الشيء اللي كان خالعني ما بقاش، كنا كنفكروا الحبس كان خالعنا ما بقاش صافي. كان خالعك الحبس انك ما تلقاش فيه البليه لقيتي فيه البليه؟ كان خالعني كنفكروا الحبس الساعه منين عرفني الحبس لقينا ما حبس ما والو لقينا فيه شي حاجه ديال البليه اكثر من تخيل مقرقب انايا وسط الحبس بارفان، وكنعيط للدراري في انايا كنقول لهم شحال مقرقبين كنقول لي ب 250 كنقولوا بيناتنا 50 ريال يعني رخص من رخص من تما. واش هذا هو السبب اللي كنشوفوه بعض المرات كنصوروا مع بعض الناس كيقول لك لا انا كنتمنى نبقى في الحبس وما نخرجش الحبس احسن ليا؟ هذا سبب غير مقنع باش يقول لي بنادم انا وسط حبس، اللي كيعيش وسط حبس يقول لك انا حقا ان الحبس خير ليا من السيفيل، يعني هذا ما بشر ما حتى حاجه خصو يمشي اعاده يدير بعدا اعاده الهيكله لراسو لان ما كاينش بحال الحريه. خويا امين شحال من شده عندك؟ اخت الحريه تاج فوق رؤوس الاحرار لا يعرفها الا السجناء، الحريه تاج فوق رؤوس الاحرار لا يعرفها الا السجناء، وبالدارجه الفصحى اللهم كلبهم جلبق ولا سبعهم مربوط. سبع مالك الحديقة راه سادين عليه كيف راه كيدور حر طليق وصحاب سخويق. نعطيك انا دابا السيفيل نعطيك 400 دريال غتمشي غتشرب بها خويا قهوة بسبعة دراهم وغتعطي ثلاثة دراهم بورفوار وغتي كتكمل بلي الله يعفو لك غتاخذ ثلاثة كولواس ب 100 دريال وشيطانك 100 دريال تاخذ بها جوج غتاخذ فيها دانون اصبو في شيطانك 40 هادي على برا السيفيل. وسط الحبس اخويا دابا حاليا عاش الملك اللي جاب نفس الحموشي هو اللي صير الحبس ما بقاش ديك الحبس كنت كتعرف واللي جاب نفس الحموشي عاش سيدنا انا كان مع سيدنا مباشره. اش ولا في الحبس دابا؟ دابا الحبس ولات فيه الزيارة فيه الجاج، الحبس ولات فيه 48 فلابي 30 بلا ما نقولك بنادم كيفاش كينعس اخت. كيفاش كينعس؟ نقدر نقول لك شبر أربعة وقيلة ديال شبر أربعة اللي كيقولوا شبر أربعة ما كايناش. الراحة الناس كيرتاحوا في النعاس ما كاينش الراحة. واخويا هو اللي أنت كتسمعني داخل مؤسسة ولا خارج مؤسسة واخا تكون ناعس بايس اخويا واش بايص قد البلاصة اللي عندك في داركم راه لا يمكن راه البايص راه بلا ما نقول لك اخويا خير منك التكبير راه صغر من اصغر سداري عندك في الدار رواني ودوقني فهمني. ميساجات زوينين كدوز خويا امين. بغا نعرف المستوى الدراسي ديالك. المستوى الدراسي نيفو 4 اختي ولكن واعي الحمد لله. الحمد لله. دوزتي تكوين؟ دوزت تكوين فابريكاسي ميكانيك تورنور شديت ديبلوم في 2003 تبارك الله. ورا فابريكاسيون ميكانيك راه شي حاجه اللي مزيانه. شديت على اساس باش ماشي لهاد البلاد هادي. انا قاولتني واحد عمتي الله يجازيها بخير عمتي خديجه راه كتعيش دابا في فرنسا قالت لي ولدي دير ديبلوم باش ديك برا. يعني كنتي كتحلم انت تها؟ هذاك كان المتمنيات والحلم ديالي نحيد من هاد البلاد كان من الاحلام باقي لدابا حاليا. كنتمنى تهاجر لدابا حاليا كنتمنى اللهم الروكان ولا هاد البلاد اللي كنعيشوا فيها. تقدر تفكر في الهجرة غير شرعية؟ البلاد زوينة وقاوري نصراني احسن شهر عنده في العام خصو يدوزو في احسن بلاصة كيجي يدوزو في المغرب يعني راه احسن بلاد ولكن راه مالها ما دايرين معانا حنا والو ما كنطالبوا بحتى شي حاجه كنطالبوا بحاجه وحده حسن السيره بغيت نخدم حلالا طيبا عباد الله. انت خويا امين باقي كتحلم انك تقدر تبغي تهاجر بطريقه غير شرعيه؟ نهاجر بطريقه الشرعيه المهم على قبل ولادي. اخر شده كانت عندك؟ اخر شده كانت عندي 2017 يعني دازت تقريبا 5 سنين من حقك دير هذا اش كيسميه رد الاعتبار
باش تخرج عندك الفيش اونتربرومتريك تكون بيضاء صفحة بيضاء باش تقدر انك تخدم. وهذا نداء كنبغيو نوجهه للجمعيات الحقوقية، المؤسسات اللي كدير إعادة الإدماج السجناء. نشوفوا من الحال ديال أمين. أمين اليوم محتاج أنه يخدم بعرق جبينه، محتاج باغي يخدم ولكن كيدفع للشركات. قال لي كيطلبوا لي الفيش اونتربرومتريك. نكملوا معك هذه الشده الاولى باش نمشيو بنقطه بنقطه. تفضل. انا اخوان انا كنتمنى خديمه، باغي نشطه بالزنقه وبراسي مرفوع، فهمتوني؟ باغي نخدم كنشطه بالزنقه، ماشي من داك النوع اللي غنقول لهم لا ما تحطونيش السيكتور ديالي، ديروا السيكتور اخر حيت ما كيعرفونيش الناس، ولا غندير كاسكيطه ولا غندير فوطه من الجناب باش ما يعرفونيش الناس. ترى ما هنا شريفه. نعم، انا نقول نوضحت انا واحد النقطه. كنبغي نشكر عمال النظافه على الخدمه الكبيره اللي كيديروا، وكنبغي نشكرهم وكنبغي نطلب منهم المسامحه باسمي وباسم جميع المغاربه الا قدرت، لاننا حنا اللي كنديروا النسخ. حيت بعض الناس كيقول لك مالين الزبل، راه حنا مالين الزبل، حنا اللي كنديروا وهما راه مالين النظافه. راه كلمه واحده، حرف واحد من الجمله كيغير المفهوم ديال الجمله، وخا تكون مفيده كتولي غير مفيده، كيبدل المفهوم. يعني نعطيك ابسط مثال بار اكزومبل، هذا كيف قالت الاخت مول الزبل، حنا كنقولوا مول الزبل. تشكون مول الزبل؟ راه حنا راه هذوك كينظفوا لنا الزبل، خصنا نقول لهم الله يرحم الوالدين. هما اصحاب النظافه، هذوك اصحاب النظافه. عوض الله عليك، تنبغي نقول لك برافو على هذه العقليه اللي عندك امين، ادهشتيني. نمشيو معاك، خرجتي من الحبس شحال من شده بعدا عندك؟ ونقول لك 8، نقول لك 90، نقول لك 10، نقول لك بقيتيش كتحسبهم؟ ولكن من 2017 عفى الله عما سلف. الشده الثانيه والثالثه كيفاش؟ شنو كان السبب؟ سارقه اخر شده عندي الضرب والجرح قبل ما شده التجاره، واخر شده على الضرب والجرح بالدفاع عن النفس. عندك اللي ضربتو انا كيقولوا لي راه معروف هو وعائلته، ما نذكروا الالقاب وداك الشيء. لا معروف فين دار، معروف فين. انا في الدار اللي ولدو في 2006 دوزت عليه 8 شهور ديال الحبس، والحمد لله القانون خذا الاجراءات ديالو. فاش جاو متهجمين عليا مركب الحديد اللي دي اكسيون طرافاي في الشركه، جاو متهجمين عليا، راه الدرب كله حاضر كنسمع عندك درت لقيت ولدو جي ليا بموس، دارت لبوه كنا غنقولو محاولة القتل الساعة القانون دار لكم تبادل الضرب والجرح ولا دفاع عن النفس. نو قانون لا يحمي المغفل، القانون فوق كل شيء. نضرب صراحة، قسم الله واحد ولد الناس خذ لي حقي. اذا كنبغيو ناكدوا بان القانون فوق الجميع، واللي دار شي حاجه راه دار شي حاجه راه كيتجازى عليها. درت شي حاجه خايبه غتاخذ العقوبه، درت شي حاجه مزيانه راه غادي يتجازى عليها. اليوم امين درتي وليدات وتزوجتي بنت الناس، وقلتي لي جمعاتني ما بقيتش بزاف الحوايج كنت خايبين كنت كنديرهم، ومن نهار تعرفتي عليها درتي وليدات وبغيتي تبدل حياتك. شنو هي الرساله ديالك اليوم اللي تبغي توصلها للناس باش نساليو هذا الفيديو؟ الرسالة ديالي اللي غنبغي نوجه للشباب، راه الحرام بين والحلال بين، والحرام لا يدوم عندما لا ينفع، فهمتيني الأخ ديالي؟ واللي كتشوف فيا راه كندوي معاكم، راه اللهم كلب اللهم سبعهم اللهم كلبهم جلوق ولا سبعهم مربوط، وفهمني؟ واخويا الصغير ولا حتى يلاه غتبدا يلاه غتقول بسم الله، راه قلنا صدق الله العظيم ما لقينا والو من صدق الله العظيم. انا جيتك من الاخر نهضر معاك اسلوب الحوار باش ما بغيتش، اسلوب الحوار ديال الزنقه، اسلوب الحوار ديال الدار، اسلوب الحوار ديال الدوار اللي بغيتي ندوي معاك، اسلوب الحوار ديال السجون. الفاهم يفهم والقاري يتهجى، وحاشاك الحمار راه غيبقى يشوف على كنتي كسول. تشني شي حاجه كتولف في وسط حبس ما كايناش، وترى صعيب باش الناس تقبل تسد عليها. عباد الله راه لا يمكن تسد عليك، نعطيك انا سد عليك في محالك انت في بيتك، سد عليك في بيت، نعطيك انا 48 ساعه سد عليك في بيتك، والله تتقنط تبغي تخرج.
خويا امين كنشكرك بزاف، عرفنا اليوم انك انت درتي قناه، قول لنا الاسم ديال القناه ديالك باش الناس يدخلوا عندك ويزيدوا يسمعوا القصص ديالك. انا التليفون مابقاش عندي بعته حيت ما عنديش، شريت هذا شي تجيتي الفلوس وبعتي، ولكن درتي القناه. ما عنديش، عندي الله، عندي قناه فيسبوك. عندك سميتها مكاس امين؟ دخل سميتي امين مكاس، امين مكاس. ان شاء الله يتعاونوا معك الناس اليوم، تشري تليفون ولا شي حاجه ان شاء الله باش تعاود باش تقاد القناه ديالك ويدخلوا عندك ويتفاعلوا معك، لان عندك بزاف ما تقول، وانا عجبتني طريقه ديال الهضره ديالك، عندك بزاف ديال الحكمه. ان شاء الله ما غنوقفوش هنا، ماشي هذا اخر فيديو، بغيت نصوركم قلت اعطيكم سؤال وجاوبوني عليه، واش الدنيا عندها نهايه؟ عندها نهايه، إذا ما فيهاش مستقبل، خصنا نربي ولادنا على المستقبل غدا أمام الله، حنا كنربي ولادنا، شوفوا ولدي قرا هادي خدم باش دير طونوبيلتك ودير الدار، هذا هو المستقبل. لا ماشي مستقبل، المستقبل هو ربي ولدك. على شوف لقيت واحد المرا متقلة معاها، لقيت خالتي كي دايره عمي، الابتسام في وجه أخيك المسلم صداقة. تبارك الله عليك خويا امين، لازلت تتحفنا بحكمك، تبارك الله عليك، ما شاء الله عليك. انا كنواعد المشاهدين بان هذا ما غاديش يكون اخر فيديو، مازال غادي نزيدو نكملو مع خويا امين، لان مازال عنده ما يقول، وكيف ما قلتي اننا نربي وليداتنا على المستقبل مع الله، دار البقاء دار الخلد قدام الله. تماما، لان كيف كيقول قدام الله. نعم، وانا هنا استحضر قول الشاعر، انما الاخلاق ما بقيت انهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا، يعني كل شيء في الاخلاق خويا امين. اسمح لي، اذا اختي الدنيا ما عندهاش، الدنيا ما ديماش كيف ما كيقول لك اعمل لحياتك، اعمل لحياتك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كانت هذه هي النهاية ديال الفيديو ديالنا، وصلتم مع الآخر ديالو، كنشكركم على تتبع ديالتكم. كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا، أشرف عوينا، كنبغيو نشكره بزاف لأنه صور في واحد الظروف صعيبة والبحر والبرد، وكنبغيو نشكر الزوجة ديالك، اسم ديالها؟ كنبغي نشكر الزوجة ديالي خضراني شيماء، الله يخليها لك. امين يا ربي، الله يكبر بك. كتبغيها؟ كنموت عليها، الله يخليها لك، بلا سحور بلا حتى حاجة. موت بالسم. موتوا على ديال بالسم. موت بالسم. وليدات ديالك اشنو سميتهم؟ ملك وشرف، كنموت عليكم، عليكم من هنا. الله يخليهم لك، برافو عليك، شكرا لكم مشاهدينا على حسن التتبع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.